من أشهر لاعبي كمال الأجسام في العالم العربي، معروف خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. شخصية استثنائية وفريدة اليوم باش نكتشفوها، كان ما تعرفوهش بالحق ستكون سهرة ممتعة، والاكتشاف سيكون بالحق اكتشاف يخلينا باش نطرحوا ألف سؤال وسؤال عنه. هو اسمه مثير للجدل كذلك. نستقبله بحب كبير لأول مرة بحضنا من العراق، جينا جانتي شعبان. مرحبا بك. مرحبا. جانتي أول مرة في تونس؟ أول مرة، تشرفت بهالزيارة. حبيت البلد؟ والله بلد حلوة ما شاء الله، حلوة بأهلها، طيبتها، بساطتها. أنت من العراق؟ عراقي بالأساس. منين من العراق؟ من أي مدينة؟ الأنبار. جانتي منين جبتوا الاسم؟ والله بعد الأحداث اللي صارت انتقلت على سوريا، عشت هناك في منطقة شراكس. الشراكس هم عرب راشا. أها. تمام، فطلع علي الاسم من هناك. عرب روسيا شراكس كلش معروفين يعني. كل مكان فطلع علي الاسم هذا سبحان الله من هناك. ومش يعني جنتلمان تقريبا فيك تقول هيك. شوي بعيدة يمكن. بينك وبين روحك تقول أنا جنتلمان ولا ليه؟ بقول أنا عربي. شوف كل الصفات. عربي هي طبع. نخوة، شجاعة، غيرة، أكيد طبعا هذا الـ DNA موجود فينا. جانتي من أشهر لاعبي كمال الأجسام في العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. ستقبلوا التعريف هذا ولا لا؟ مو أنا اللي سويت هذا الشيء، مش أنا اللي عملت هذا الشيء. مين اللي عمل؟ الناس بكل بساطة. يعني أنا بصراحة يعني لما بلشت بالميديا كنت أفتح لايف على الانستغرام، فكنت أخذ راحتي مع الناس اللي موجودين جدا. فكنت بصراحة يعني أتمادى شوي، لأنه دائرة كمال الأجسام دائرة مش كلاس، صعبة وتاف وقاسية، والأسلوب اللي فيها عسكري، وما فيك يعني تحكي بال كيف تقول يعني بالإتيكيت مع هذا المجتمع، فتكون قاسي معهم عسكري 100%. فكنت أخذ راحتي كثير، عرفت شلون؟ بعدين صارت الفيديوهات أشوفها متواجدة، وصارت يشوفوها أطفال، يشوفوها ناس ما عندهم حتى علاقة بعالم كمال الأجسام. كثير كثير لدرجة معروف باللايفات متاعك، معروف مع كامل احتراماتي بلوك. عشان أخلص من وجع الراس. هذا أكثر شيء بيخليني أبتعد عن النيجاتيف، أو يعني بريح راسي من كثير أشياء بصراحة. في يعني في مجتمعات يحتاج لها بلوك من الآخر. بوش مزودها شوية بالبلوك؟ شوف بصراحة لاعب كمال الأجسام أكثر شيء يأثر عليه هو حالته النفسية. إيه الكورتيزول. أبداً هيك يطلع بالجسم. تمام، فالموضوع مزعج جداً. أنا أحسن من ما أني أزعج حالي. تمام، وصير أشرح. أنا بحط قانون، وأنا ماشي قانون عندي بلعبة كمال الأجسام في النصائح. تمام، لما اتكلم النصيحه، انا مالي دكتور ومالي دارس، تمام، دراستي جدا متواضعه، انا عسكري. فالشيء اللي تعلمته اطرحه للناس، اللي عجبه الفكره بياخذها، واللي مش عاجبته الفكره لا ياخذها. في كثير غير يتكلموا بالموضوع، لكن انا لما اتكلم عن تجربه خالصه 100%، وما بتكلم بس عبث، لا بتكلم لحتى تكون متأكد من المعلومة. برشا لما سمعوا أنه ضيفي هو جانتي قال الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر. أنا بحاول كون ريلاكس وبمسك حالي. اليوم شو نحاول هرمون التوتر. هو مرتفع من الصبح. الشباب اليوم وكلوني شغلة اسمها مجرمة أو شيء. مجرمة؟ ما لحم، ما شو اسمها؟ مجرمة؟ مدفونة؟ لا، أكل هيك لحم ومثروم ورأس وأحمر. هرقمة. مجرمة هي هرقمة. وأكلوك الهرقمة. الكورتيزول طلع من خشمي. يعني لاعب كمال الأجسام يأكل هرقمة؟ ما أدري، يعني نأكل كل شيء. أنا غير ده أجرب أكل. أنا جاي هنا أشوف البلد، أتعرف عليكم، أكل حلويات. حلويات مش هرقمة. لا أكل كل شيء. كل كعك ورقة، بقلاوة. والله وداعتك البطن من تفخة كورتيزول صار يطلع من كل مكان. خلينا نشوف الفيتير مع جانتي شعبان. اسمعوني يا شباب، شلون أعرف مدرب يا حمار؟ يا شباب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى على النبي يا حيوانات. اسمع، علاج الكرش لما نصير بني آدم تعرف. علاج الكرش يعني ما يقول تمرين، ما يقول شنو اروح الكرش، علاج الكرش لدرجة الغباء واصل لدرجة انه خلاص يبدون بس ادوية، ما يفكر انه تمرين، ما يفكر انه دايت، ما يفكر انه حمية، درجة الغباء موصلة لدرجة انه خلاص انا اريد علاج اخذ لي الكرش عم يروح الكرش. هيك انسان حصره بزاوية وبالشحاطة ديك 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 ديك، الله يعرف الله حق. شنو رأيي بالجيم؟ اسوي لك بلوك، ثواني خلنا اسوي لك بلوك، هذا تافه شكله. كرياتين تحت 16 مفيد، اسوي له بلوك. كابتن الماي زين وقت التمرين، اسوي له بلوك لو لا؟ اذا طلع لي واحد يقول لي سوي له بلوك اسوي له. كابتن يصير اصلي بالجيم؟ خلنا اسوي له بلوك، ايش رايكم؟ عادي قول لنا نصلي بالجيم. السؤال تافه ترى، وانت اسوي لك بلوك همتين ما يحتاج جواب. تنصحني ازين لحيتي؟ خلنا اسوي له بلوك. تاكل الاناناس بعد التمرين؟ روحوا كلك وجبه بها خير، مو اناناس. شنو قرد انت؟ تاكل اناناس بعد التمرين؟ سكر؟ ليش هالتخلف هذا؟ والله حطيت استطلاع قلت لهم يابا شيل اللحيه، قالوا لا شيل اللحيه. اذا ما تريد تزوجنا احد من العائله الكريمه فماكو داعي تزعل من اللحيه، مطولها ولا مو مطولها. بعد التمرين تاخذ بيضتين تاكلهن لو تقعد عليهن شو تسوي بيهن؟ رايك بالافيدرين؟ اسوي لك بلوك. الافيدرين منتج سيء، منتج ممنوع دوليا، منتج اي شخص مجرد انه يتكلم به عليه سجن 6 شهور. يعني هسه انت طبيعي، الثور مثلك مع احترامي لك يصدق بانه واحد بمستوى طبيعي. الانسان المثقف والعاقل والرياضي يعرف بانه ماكو واحد يوصل لهذا المستوى طبيعي. ليش تسوي بلوك؟ مش ما قلت شيء غلط؟ انت ما قلت شيء غلط، بس راح اسوي لك بلوك. كابتن شو وقت نفكر تترك الهرمون؟ طبعا انا راح اسوي لك بلوك على هذا السؤال، لكن بعد ما اجاوبك. شنو فائدة التمرين؟ طبعا راح احضرك يعني بعد ما اجاوبك. شنو رايك بهرمون نوع ام كي عمر 16؟ انا راح اسوي لك بلوك طبعا بعد ما اقول لك الجواب. تمر كويس ولا لا؟ اسوي له بلوك. ثواني كابتن. اني لا، اني العب كمال اجسام وجسمي متطور وكلي تمام ومرتاح، بس احب السهر عاتي. والله من كلمة عاتي مالتك مبين الظاهر البوشة طايرة. مع احترامي لك طبعا. عصبي جدا، فيك تقول هيك، بس لكن انا ما اتحمل لما اكون انا جالس اعطي معلومه للناس ويجي شخص يستفزني ما اقدر ابلعها. استفزك؟ قال لك كرياتين اقل من 16، تقول له حيوان؟ عمره 16 ليش ياخذ كرياتين؟ تقول له يا حيوان؟ هاي غلط صراحه. تقول له يا حمار؟ حق حق. يا ثور؟ لا، هاي حيوانات قويه تعتبر، يا ما نستهين فيها. يعني مثلا هسه العفو منك، الحمار، انا ما بعشق الحمار، حيوان رائع ذكي على فكره، مظلوم كثير، يتحمل ضغط يتحمل جهد. يعني انا مثل باي حيوان قوي ما في مشكله. واللحيه نحيتها؟ شلتها لانه انا متفوت بحلقي اكل تفوت بحلقي، وايش اسوي؟ شلتها خلاص كافي. هي شخصيه عاملها والا 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 مو غلف العفويه لدرجه انك تمشي الى عالم اخر، ما انت تنسى الكاميرا وتنسى اللايف وتنسى. والله هي عفويه، ما اتقصد، واللي يعرف جانتي يعرف جانتي كل زين، بانه هو ما يتصنع هذا الشيء، مش مجبور، لان كلا الشيء مش حلو بصراحه. لان المشكله الخير يخص والشر يعم. يعني هسه مثلا الفيديوهات اللي حطتها انت فقط الاشياء السلبيه اي العصبيه متاعك اي فقط اشياء سلبيه، بينما في كثير ايجابيات. مثلا شوف اليوتيوب ما في ولا غلطه، شوف الانستغرام، شوف التيك توك خاصتي، تمام، ما في ولا غلطه، ما في اي تجاوزات، ما في اي شيء. لكن اللايف لما الناس تاخذه بيصير ياخذوا الاشياء اللي ممكن تنتشر، ممكن تهم الناس او تزعج الناس او تسيب تعمل ترند. تتفق معايا انه الحاجات هذه اللي هي مستفزه صنعت جزء من شهرتك في العالم العربي؟ مع الأسف. إيه، علاش تقول مع الأسف؟ لأن مش حلو هذا الشيء، ضايقني هذا الشيء كثير عن جد. ما في شيء يعني أفتخر فيه بهذا الموضوع لما الناس بتشوف هذا الشيء، لأنه اللي عم ينتشر هذا، بينما في كثير مئات وعشرات آلاف المقاطع الجيدة. اللي يصنع التميز متاعك والشهرة متاعك المقاطع الجيدة، المعلومة اللي تقدمها اللي هي من خبرتك، لكن كذلك فما ناس ما عندها حتى علاقة بعالم البادي بيلدينغ. مضبوط. تتفرج في شخصية إنسان كيفاش يتعامل مع الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، تحس أنه كانك تتفرج في جزء من سكيتش أو مسرحية أو شوف، احنا تدري بأنه احنا كعرب تحكمنا تقاليد، صح؟
تحكمنا التقاليد كثير، وما بنتحمل، ما حد يتحمل بأنه شخص يطلع من هاي التقاليد أو يتجاوز. صح. تمام. فهذا الشيء يلفت الانتباه كثير، لكن لما يكون بالطريقة اللي أنا عم بنزل فيها كسبورت أو كأحط هذا الكلام بجزء من المعلومة على ضحك، الناس يأخذوا ضحك، بينما أنا والله العظيم مش قصدي أنه أضحك، أو قصدي أنا بيزعجني شخص يسألني سؤال هو يعرف أنه هو غلط، وأنا منزل معلومة بأنه هذا السؤال أصلاً إذا سألته غلط لأنه موجود الجواب عليه. دونك هم صاروا يبحثوا على استفزازك. أي فصدقني في كثير، يعني أنا لما أفتح لايف بيوصل 15,000 إلى 20,000 شخص من 4 تليفونات، بفتح من 4 مواقع، تمام، فيوصل مرات 60,000 100,000 بيعبر، فتخيل كم الأسئلة اللي أقرأ. فما واحد سألك قال لك شنو رأيك في تعليق شيرين؟ من يس؟ أي وقتها سبيته أنت عاد؟ أي أنا قلت إنه أنا مالي من النوع اللي يفوت بهذا المجال، أنا ما بسمع لا ميوزك لا بسمع أغاني، ولا من النوع من اللي بي بي بيعرف بهاي الأشياء، تمام. فلما واحد جاء تكلم عن موضوع شيرين وموضوع حساس وكانت فيه مشكلة كبيرة هذاك الزمن، تمام، فأنا رديت عليه شخصه، تمام، قلت له أنت شخص ما لك داعي إنك تفوت بهذا المجال بهذا الموضوع، وأنا ما لي خص فيه، فخربت كل شيء. لا، لأنه مجالك هو مجال كمال الأجسام، وفي كثير ناس مثلا، عفوا أنت تتكلم، في كثير ناس شو رأيك برونالدو، شو رأيك بكريستيانو، شو رأيك بفلان، شو رأيك، أنا اللي سألني هذا السؤال أعمل بلوك، بس مرات يستفزني لدرجة إنه ما أقدر إلا أرد عليه، إلا أرد عليه بعدين أحضر. أخوك بلوكيته؟ إيه صح، توب بوثفن اثنين، لأن حذرته من شغلة قلت له لا تعملها، تمام، معلومة مش حاببها أنا، قلت له لا تقول هاي المعلومة، فرجع كررها وحضرته. شو المعلومة اللي قالها؟ قال بأنه مرة كان هو مريض فرايح بالطريق على الجيم، وتكلم بأنه أنا حتى لو مريض أروح أتمرن، أنا حتى لو ما بعرف شلون أروح أتمرن أجد على نفسي، هاي الرياضة. هذا غلط. عملت له بلوك؟ عملت له بلوك، حضرته. بلوكيت خوك؟ بالميديا، بالميديا مش بالحقيقة. في التيك توك تجيك هدايا ولا لا؟ يا تجي هدايا، تجي هدايا لا بأس فيها، لكن مش ما بتنذكر بالنسبة للناس اللي بيعملوا مسابقات وشغلات. يجيوك مشاهير يطلبوا منك يطلعوا لايف؟ كثير. مشاهير سينما، مشاهير أغاني، ولاعبين كرة قدم، وكثير ناس. وعلش ترفض؟ أنا سمعت بأنه هذا الموضوع فيه أحكام أو شيء، إذا خسرت لازم تعمل شيء، إذا ما عملته ممكن الشركة تلغيك، تلغي حسابك. أنا أكبر من ما أوصل لهذا المستوى، ما بتسوى. نو ما حلو هيك. ظاهرة في كمال الأجسام. نحب نتعرف عليك أكثر في مجموعة من الأسئلة السريعة. جانتي ضيفنا في الأسئلة السريعة. جانتي نتعرف عليك في الأسئلة السريعة. أنت سريع. يو. بيه. قديش سنك؟ 37. قديش وزنك الحالي؟ 114. أعلى وزن وصلت له؟ 122. أقل وزن وصلت له بعد 20؟ بعد 20؟ بعد 20 سنة. 42 كيلو. يو. قصة طويلة. ذكرني بعد، قل لي مش تحكي لك القصة. قديش طولك؟ 171. 72. يزعجك قصير القامة بالنسبة للبادي بيلدر ولا ليه؟ يزعج ولا ليه؟ طبعا قصير القامة بيصير عنده كتلة حلوة، لكن بيصير أقلي بشع، مش جميل. القصير القامة تعتبره نقيصة؟ دونك إذا أنا قصير نبطل نعمل؟ لا مش نقيصة أبدا، بالعكس أكثر محترفين العالم هم قصار. 165 160 160، يعني 172 بالنسبة للبادي بيلدر يعتبر طويل. تعمل حيل لتنسيق جسمك ولا ليه؟ في البوزيشن على الستيج فيك تخدع الموضوع هذا. أوريني خدعة. أنا بشي تبعوك القصار توا اللي أقل من متر وسبع. المشكلة في بالبودي بيلدينج في 7 أوضاع إجبارية. أي. 7 أوضاع بالبودي بيلدينج. أوكي. بالفيزيك بيختلف الموضوع. أوكي. فبالبودي بيلدينج ما فيك تغير بالوضعية تاعك إلا إذا صار عندك الفري شو، العرض الحر. أوكي. يعني هسا مثلا لما أوقف واحد شخص بهذا البوزيشن بيبين قصير عريض، لكن إذا لف بهالشكل هذا وأخذ البوزيشن ببين الخصر صغير، فتحس بالجمالية والتناسب. يختلف عن لما يوقف. وين الحيلة؟
الحيلة هون بالخصر تبعك. يعني كيف لما يكون شخص مثلا انت لو شوفك شخص بيشوف طولك عادي ما في مشكلة جميل بالنسبة لحجم جسمك، بينما لما يجي جانتي على حجم جسمه بيطلع عليه قصير لأنه عريض. أوكي. فهي هاي الفكرة، الحيلة أنك ما تشوف العرض تاعك للجمهور أو الستيج. آه أوكي. إيه بتشوف الخصر والضيق تبع الخصر ما تكفى بين زي الفي. أوكي. زي المثلث، فهي هاي الحيلة أنك تأرجط. واضحة واضحة الآن. شو وضعيتك العاطفية؟ لجميع الشعب. متاح للجميع؟ لجميع الشعب متاح. علاش ما تزوجتش إلى حد الآن؟ لما تقول لي مثلا سن 37 هو سن النضج. كنت متزوج. كنت متزوج؟ yeah. بسبب الهرمونات طلقت. yeah. بكل بساطة. yeah. لو تفسرها لي حتى لا تفهم خطأ. لا مش سكشوال. بسبب الهرمونات نفسيا. إنسان مؤذي، إنسان سيء. أنت؟ لما يستخدم الشخص، وخصوصا لما يكون ما عنده خبرة. الهرمونات أسوأ شيء فيها نفسيا، أسوأ شيء بالهرمونات. تركنا من بدنيا، كلى، كبد، قلب، مشاكل جلدية، مشاكل ساكشول، شعر، ترهلات بالجلد أو شغلات، تركنا من هاي. أوكي. نفسيا هي المرحلة الأسوأ بكل شيء بلعبة كمال أجسام. وعشتها؟ عشتها بأسوأ ظروفها. أي أي أي. Yeah. لكن في ناس قتلت، في ناس انتحرت، في ناس عملت. أنا سببت لي طلاق من أكثر إنسانة ممكن لها فضل نقدر نقول عليها في حياتي. ندمت لما تحط مستقبلك الرياضي واستقرارك العاطفي اخترت أنت؟ مش اخترت، مش اخترت. المشكلة بهذاك هذيك الفترة كان فترة غباء، فترة عدم ثقافة، فترة العفو يعني بعيد عن الإنسان أقرب الحيوان. هاي الهرمونات مؤذي، ما بتحترم، إنسان سيء، شيء ما بيشرف يعني. هاي الهرمونات. بعثوا لك معجبات على إنستغرام كثير. زواج ولا علاقات؟ الاثنين. لكن أنا بعرف حالي، أنا مالي إنسان حلو يعني وشخصية. لا حلو. لا ما شوف أقول لك حاجة. أنا بشع. لا 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 شوف أقول بشع وأنا. أنت إنسان طيب القلب وإنسان حساس جدا، لأنه الإنسان الطيب والحساس هو اللي يقول على نفسه أنا مش. ما بعرف، ما أدري، هاي أول مرة أسمعها. قديش تنام من ساعة في اليوم؟ أنام على الساعة 9 المساء قولا واحدا. الساعة 9 أنا نايم تمام، وأقعد على الساعة 4 الصبح 4 ونص عند الصلاة، ثابت الوقت. نعرف بادي بلدرية بعد نص الليل يناموا، يأثر على؟ طبعا يأثر على القلب، أبسط شيء. تركنا من الكورتيزول، تركنا من خربطة الهرمونات، لكن عضلة القلب الطاقة العصبية اللي موجودة عنده تنهار. قديش من وجبة في اليوم؟ كثير كثير، صغيرة صغيرة ما بتتعدى 200 جرام. خمسة وجبات؟ ممكن أكثر. يعني مش اليوم فما مدرسة، مدرسة الصيام يعني يعملوا ثلاث وجبات بس أو وجبتين ساعات؟ بحسب إذا عنده مشكلة مع الأنسولين أو مع الهضم الدايجستيف. أوكي. لأن في مشكلة مرات بعض الشباب بيحس بالشبع بسرعة، فتمام. فشو ننصح؟ إحنا ننصح بأنه يصوم علشان يرتفع عنده حساسية الأنسولين أكثر، فيرجع يبرمج حاله مرة ثانية من جديد. هي موضوع برمجة يعني. هسا أنت لما تأكل وجبة كبيرة تمام لح تحس بالشبع لفترة طويلة جدا، والوجبة هاي ضرتك ما فادتك. ليش؟ لأن جسمك ما راح يسحب أكثر من 40 جرام بروتين، هذا إذا امتص 40 جرام، والباقي تحول لعفو فضلات أو تحول إلى دهون أو سموم. فما الناس يقول لك راه الجسم يأخذ أكثر من 40؟ مستحيل مستحيل مستحيل. هذا يا أخ ماكو، ما يصير. هذا نظام ثابت على كل إنسان، كل شخص مين ما يكون. إذا يزيد عنده يعني اللي يعمل أماد يأكل وجبة واحدة ويحط فرخة قدامه الدجاجة يأكلها تمام، ما راح يسحب أكثر من 50 جرام بروتين، ويا أما الباقي فضلات يا أما يظل على مدار النهار حاسس بالشبع والتخمة والمعدة تنهار وهالشغلات. شوفك ما تأكلش برشا هيلثي، فطاير وشوكولا بس لما بالسفر. بالسفر يا أخي. وعليش تصور أنت قدوة من المفروض؟ مضبوط. أنا بصور حياة طبيعية، أنا مش لاعب ستيج.
لهذا يعني السبب انا بصور الاكل اللي اكله طبيعي، باكل لبن ورابه اكثر شيء مشهور فيه انا قبل النوم، لبن ورز. اللبن فيه اضرار؟ لا بالعكس، ليش فيه اضرار؟ احنا فيه حساسيه لاكتوز. اللبن مش الحليب، اللبن الخاثر. متخمر. اوكي اي الخاثر، البن بتاعنا نحن. اي اللبن الخاثر. اللبن روبا ما اعرف شو اسمه. اليوغورت. اليوغورت ايه هو هذا. اوكي هو هذا. لا أوكي. بالعكس مفيد جدا. اوكي في بيل حليب. اي تمام. به قديش تترنى من ساعه في اليوم؟ اقل من ساعه، وممكن 3 ايام او 4 ايام بالاسبوع فقط. يا احنا مبرمجين على شيء غلط، الشباب مع الاسف الناس مبرمجه على شيء غلط. نعرف ناس تتمرن ساعه وساعة ونص ويتمرنوا 5 ايام و6 ايام. اذا عنده كومبيتيشن، اذا في بطوله. لا ما عندوش كومبيتيشن. غلطان. وجيب لي شخص جسمه حلو بهذا الاسلوب او هيلثي سليم ما في مشاكل. دخلك من الرياضه قديش تدخل من الرياضه بالدولار حاليا؟ جيد حاليا، جيد بالنسبه للسبونسر وبالنسبه للشغل. يعني انا اكثر من مره افكر انه اتوقف تدريب، ما عادش ادرب يعني شخصي بيرسونال، اشتغل على الاونلاين. والبصراحه السبونسرز مش مقصرين معي. يعني دخلك في حدود؟ يعني انا اللاعب مثلا باخذ منه $1,000 بالشهر على ساعه، 3 ايام او 4 ايام بالاسبوع. نعرف بادي بلدريه اليوم على الانترنت وعندهم متابعين، على ياخذوا يعملوا برومو $100 على الثلاثة اشهر. لا مش لهالدرجه. والله وعندهم متابعين. انا الشخص اللي يجي لعندي الجيم مش بس بدربه وقول له اطلع، انا مسؤول عنه ذهنيا وبدنيا وصحيا. يعني بيطلع من عندي برمج، واذا ما طلع من برمج يطلع فيه عاهه. يا اما ضاربه يا اما هاين كرامته يا اما عامل له مشكله. فانا من البدايه بتفق مع الشخص يجي عندي، تتحمل هلا فيك، ما بتتحمل لانه راح تشوف اشياء راح تزعجك. عسكري. فبيطلع مبرمج، يطلع هو فاهم حاله شو عم يعمل. قديش تنفق على نفسك للرياضه هذه؟ انا بخيل. كم بخيل؟ كم يعني $1,000 في الشهر، $2,000 في الشهر، $3,000؟ انا عندي استعداد اعيش بالنسبه للاكل ولمصروفي الشخصي اعيش على $400 بالشهر. مش يقولوا يلزم مصروف خيالي؟ يلزم مصروف. اي وشو يعني اروح اشتري لحم يعني واطبخ؟ لا شبيها العظام لما اطبخ، بيها بروتين وبيها كولاجين وبيها كل شيء. الرز رخيص، الخضروات رخيصه، ليش يعني الا سينيه واكل وملعقه وسكين وصور مكملات وبروتين وحبوب ما بعتمد عليها كليا. وقتش بديت تتمارس في الرياضه، رياضه كمال الاجسام اول مره؟ اول مره 97. سنك كان؟ كان تقريبا 14 سنه ممكن نقول 13 14. تقول انا بن فقر طلعت من الصفر ومرت علي ايام وشهور ناكل بس ارز. صح. هذه البيئه اللي تخرج ابطال. مضبوط. وانا ما شفت بطل تخرج الا من هاي البيئه بالنسبه للعرب. ما شفت شخص اجى بتمه ملعقه ذهب وصار بطل، مستحيل. انت طلعت من الصفر؟ اقل من الصفر. وصلت لدرجه انه بحمل صينيه وبمشي ببيع بالشارع وبعيش اهلي. والدتي عانت معي كثير لأمرين عشان نشتغل. ووصلت تتمرن وتاكل كان أرز بس؟ الأرز يعني كان النهار اللي بيكون فيه بندورة وبيض كان حلم. كان حلم يعني هذا فتشي وجبة، لكنه وجبة منيحة. عمل جسم؟ عمل الجسم بالأرز والبندورة والبيض؟ بالأرز والبندورة والبيض وبيطلع جسم. وفي كثير ناس عم تعمل أجسام بهذه المواضيع. لكن يقول لك البروتين هو اللي طلع عضل. لا مش البروتين، البروتين أسوأ مادة ممكن تدخلها لجسمك إذا زادت عن حدها. يعني ممكن تتلاعب بالكربوهيدرات ترفع وتنزل، ممكن تتلاعب بالفيتامينات بالخضار بأي شيء، بالفات بالدهون. بالفات بالدهون أحسنت 100%. لكن البروتين إذا زاد عن حده مشاكل بالكلية أول شغلة تصير عندك، مشاكل بالجلد، مشاكل بالعظام بالمفاصل، ستريس، ضغط على الكبد، قلة أكسجين. قديش المعدل المسموح به بروتين لرياضي كمال أجسام في الوجبة للمبتدئ؟ ايه
من جرام لجرام ونص على كل كيلو جرام عضل من جسمه، مش وزن بشكل عام. وللمحترف من جرامين إلى جرامين ونص بروتين. وللإنسان العادي حسب المجهود اللي يبذله، لو مجهود متوسط مجهود ممكن يوصل جرام واحد. مولود في العراق، نعم. شو اللي خليك تتغرم وخليك تتغرم بهذه الرياضة؟ أعمامي ووالدي كانوا من الفورمات الحلوة وكانوا أصحابين مشاكل. بلطجية كانوا؟ لا مش بلطجية، بس بنحب المشاكل هيك. اللي يحب المشاكل بلطجي. مش بلطجي يعني، احنا بهذاك الزمن البلطجي هذا انسان جيد، بس انه ما يظلم احد يعني. روبن هود كان 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 فتوة الحومة. فتوة انت عمومتك واخوالك كانوا فتوة؟ اي واحد من عندهم كان فتوة اوفر يعني، كان شوي زيادة لدرجة انه كل يوم مسجون ومضروب وكل يوم. دونك حبيت القوة. هي ما هي هاي المشكلة، البيئة اللي تطلع من عندها بتحكمك كيف بتكون، خصوصا الفورمة تبع جسمك بتحدد كمان. كنت توزن 42 كيلوغرام بمرحلة من المراحل. لي نهدك يا قصة طويلة يعني، بسبب أسباب معينة أهمها الحرب والاعتقالات اعتقلت؟ ممكن تقدر تقول هالكلام هذا. أنت تجنت؟ بلشنا بالخدمة وصار السقوط والشغلات وتوقف كل شيء. خدمت في الجيش العراقي بالبداية. شاركت في حرب 2003؟ لا ما شاركت. ما بس شاركت. الموضوع معقد أكثر. بسط هولي. يعني تقدر تقول يعني لما يفوت محتل على بلدك. أوكي. قوم. طبعاً. تمام. فاحنا كنا من هذا الجزء. جزء من اللي ما بنرضى على حالنا إنه ننهان ويتعدى علينا شخص ببلدنا. فهي هاي كانت أسباب إنه صارت لي يعني مشاكل واعتقالات واشياء. اما هذا يعليك، هذا يكبرك، يعني انت تدافع على أداني. وطنك اذاك هذا اهلي كمان، لانه الموضوع معقد. معقد تعرف انت، لقيت روحك في احيانا معتقل. اي صار وصارت اتهامات وصار كلام وصار وضعفت جسديا. خرجت من العراق؟ اي طبعا. لسوريا؟ سوريا. وحدك ولا مع العائله؟ بالبداية لوحدي، بعدين أهلي طلعوا بعدي، وبعدين رجعوا هم للعراق وأنا ما قدرت أرجع. من وقت إيش ما شفتش عائلتك؟ 2006. أنت فيلم. في سوريا خديت برشا بطولات كثير. نعرف أنه مستر أولمبيا The King. Yeah. Top level. Top level. كان عندك حلم على مستر أولمبيا ولا ليه؟ طبعا أي شخص كان حلمه أنه ممكن يأخذ كرت احتراف فقط واحد، مش بس مجرد انه يطلع على الستيج. انت واخذ كرت احتراف؟ لا ما اخذت، لا ما اخذت، لان كرت احتراف بهذاك الزمن كان صعب والتجهيز صعب، وانا وصلت لمرحله انه صرت فقر التجارب بالهرمونات. وحدك جرب؟ مش وحدي، لا يعني جرب بالمدربين. يا مدربين بيجربوا علي. ما فيك بهذاك الزمن، ما كان في ميديا، ما كان في معلومه تقدر تاخذها من شخص. كانوا يجربوا فيك معناها؟ ما مش يجربوا، انا اكتشفت بانه هم عم يجربوا فيه، لانه لما حاليا لما عرفت الصح والغلط انا كيف لساتني بالحياه على الشيء اللي اخذته سابقا. كانوا يزرقوا لك هرمونات؟ طبعا تجريب، يجربوا فيك حيواني وبشري وكل شيء. لهذا السبب، لهذا السبب انا انزعج لما اشوف الشباب شو عم يعملوا. ما اتحمل من شاب يتكلم كلمه غلط، مو بس أعاقبه، لو قدامي ممكن أمد إيدي عليه، لأنه لاعب كمال أجسام راسه يابس. هذا ما يجي بالنصيحة السليمة، النصيحة النظيفة المحترمة، ما بيجي معك هيك. لاعب كمال أجسام يجي بهالشكل هذا بالقوة، مع معلومة تزرعها براسه بيسيخ حديد علشان يفهم عليك فقط. شغلة تجي تحكي معهم باحترام وتحكي معهم، يقول لك هذا يا ما يضحك علي يا ما يقعد يتاجر. حلمت بالبطولات العالمية الكبرى ولا ليه؟ ما أنا لما وعيت بفترة أنه الموضوع هذا كله عبارة عن مسرحية. مسرحية؟ yeah. كريس يعني اليوم أبطال هم لهم قامتهم والستيج وإلى مستوى وإلى لكن شو اللي استفاد من البطولات؟ طيب كريس وين هلأ؟ شو صار فيه؟ سمعت فيه عنه شيء آخر شيء؟ توقف عن اللعبة الأشقر القصير صح؟ توقف عن اللعبة، قال أنا بحافظ على حياتي أحسن ما أموت. الدكتور قال له توقف، يا أما توقف يا أما تكمل وتموت. وهو بعظمة لسانه هو اللي قال،
قال انا فضلت اني، والفيديو موجود بصفحته، قال انا فضلت اني اعيش حياتي على اني استمر واقتل حالي. يعني لاعب كمال اجسام ما نجمش استمر الى نهايه تدري شو تعرف شو المشكله؟ كل ما يتطور لازم يزيد جرعات الهرمون، كل ما يتطور لازم يزيد نسبه البروتين. ما فهمش طبيعي؟ لا ما بيصير مسابقات الطبيعي ما في الكلام، ما في بطولات مال طبيعي وزنه 70 كيلو 65 ممكن يوصل لهذا المستوى، لكن الاوفر بودي وسايز 120 ماسلز. تعرف انا تكلمت شغله، انا وزني 114، اذا يجي شخص فيه دهون 114 هو صحي وهيلثي اكثر من عندي، وانا اللي المنظر عضلات ومنظر جسم حلو والعب كارديو وعندي طاقه وعندي سكشوال وعندي كل شيء، لكن هو صحي اكثر من عندي. يعني انا جسمي انا افضل من جسمك انت، هيلثي اكثر. يا لا، هذا اللي دا احاول اوصله للناس، لكن المشكله انا بديت بالموضوع ودا احاول حاليا انه المسار هذا ما اقول لك اعدله لكن اعوجه على الطريق الصحيح. اخر هرمونات اخذتهم وقت ايش؟ صار تقريبا شهر. يعني بعدك تاخذ فيه هرمونات؟ ما اذا ما اخذ هرمونات ما يظل جسمي بهذا الشكل، ما يصير الهرمون اللي موجود بجسمك غير كافي على انه يحافظ على عضلاتك. الهرمون اللي موجود بجسمك كافي لانه ساكشول بيعمل لك شويه مسلز، حركه روحه جيده فقط. فما شكون يقول انه جنتي ما نجمش يشارك في بطولات لانه في جسمه هناك تشوهات، يعني الصدر مش عريض وانما جاي الامام. تمام، انا عندي التشوه هذا جينات، الفتحه اللي بالصدر هي جينات. انا عندي سماكه بالصدر، عندي سماكه بعضله الصدر، يعني لدرجه انه بحمل كاسه بحطها على اعلى الصدر بتثبت. تمام، ليش؟ لان اعلى الصدر مستقيم ماشي للامام. تمام، فهذا الشكل هو اللي خلى عضله الصدر تطلع لقدام. مش يعني لو صدري انا ملصوق ببعض، تمام، ما كانت صارت بهالشكل هذا انه طالع لقدام، مستحيل. خلينا نبدا معك في انترفيو اسمه مع كامل احتراماتي. تمام. على وزن القافيه القافيه بتاعك، مع كامل احتراماتي، الموسيقى العاليه في قاعات الرياضه تشوش على لاعبي كمال الاجسام اثناء التدريب. اكثر شيء يزعجني هو الموسيقى اثناء التمرين. مش يقول الموسيقى هي اللي تعطيك باور وتعطيك حماسه للمبتدئ مش البرو المحترف؟ لما توصل لمرحله انك تحتاج كونستريت فوكس على بين عقلك والعضلات، راح تفهم بانه اذا اجى شخص سلم عليك بدك تكرهه. لهنا تسكر وذنيك في القاعه. تسكر اذني بالقاعه، واتمنى ان القاعه ما يكون فيها ميوزك ولا بنات. لا ميوزك ولا بنات؟ ولا بنات، اتمنى. ليش؟ لانه هذا اكثر شيء بيؤذي اللاعب الحقيقي البرو اللي بيحب يتمتع بلعبه كمال اجسام. المشكله مش مشكله ان احنا نرفع اوزان، كل الناس ترفع اوزان بس ما قاعد يجيبوا نتيجه. المشكله انك كيف تعمل عقلك تشغله مع العضلات. اذا نحس بالتعب وستريس نمشي نعمل رياضه نتفرهد؟ ابدا، مش لعبه كمال اجسام، مش كمال اجسام. روح اعمل كوره، اعمل باسكتبول، اعمل سباحه، اعمل اي لعبه ثانيه، لكن مش بودي بيلدينج. أسوأ شغله بيعملها لاعب كمال اجسام لما تكون نفسيته تعبانه وبيروح للجيم. تبون نروح للجيم نتفرهد؟ لا، روح اعمل كروسفيت او اعمل بلاتوس، هذا ايش يسموه؟ بلاتوس هاي الرقص. لكن مش بودي بيلدينج، نيفر، ابدا ابدا. أسوأ شغله تروح عليها، يا اما تعمل اصابه، يا اما تأذي حالك جهازك العصبي، يا اما ترفع الكورتيزول بجسمك، يا اما تأذي عضله القلب، لان القلب بيكون هلكان بيريد نشاط ثاني، ما بيحتاج نشاط المجهود والبرشر والدوره الدمويه. العاده السريه والافراط في الجنس يؤثر على نمو العضلات. صح صح، طبعا طبعا اجباري. انت ما في انسان بيعمل الجنس بشكل طبيعي وبيكون بقوته، بيحتاج انه ريست، يحتاج راحه. تمام، يحتاج راحة. المشكلة فيه هرمونات ممكن يأخذها الشخص تعمله سكشوال بشكل خارق لدرجة أنه بيفقد حاله، بينسى حاله، بيعملها بكثرة هائلة. وفي ناس يستسهلون العادة السرية على أنه هي أسهل. تمام، ويدمن عليها الموضوع، خصوصا الشباب المراهقين. فالموضوع مؤذي جدا، مؤذي جدا لدرجة خارقة جدا، مزعج للعضل. للعضل طبعا، تفكيرك والكورتيزول والعضلات والمشاكل النفسية كمان. البروتين هو الوصفة السحرية لبناء العضلات؟ لا، ما في كلام. العضلة تحتاج كل شيء، زي مكعبات الليجو،
لما تبنيها من كل الألوان. البناء أساسا البروتين هو هرمون بناء بالأساس. طيب بس أنت عندك جدار تريد تبنيه، الجدار من شو يتكون؟ من الطوب ومن الأسفل المنتج اللي يلصق الشبنت والأسفلت، تمام؟ الأسمنت، تمام. الطوب هذا الكربوهيدرات، اللي يلصق الكربوهيدرات ويعمل مصلص هي البروتين. باش تفسر اليوم انه فما لاعبي كمال اجسام كيتو ما ياخذوش ترويج فقط، مش صحيح. لا مش صحيح، لا ما بيصير. تعال مثلا روبرت سايكس عنده كتاب كامل، اي ونزل ارنولد كمان اخر ونزل كيتوجينيك بادي بيلدينج، روبرت سايكس يقول لك ها بادي كيتو دايت كيتو. وعمل عضلات ولا وعمل شو عمل؟ شوف العضلات، هو اصلا عامل عضلات بالهرمونات والجسم، بعدين عمل كيتو على اساس انه يعمل دايت ويطلع الدهون من جسمه. طلع مستحيل. تعال خلينا اذا رنق على القانون او واجهني بشخص او دكتور وريت كتاب. مش لا مش كلام صحيح، ترويج، هذا ترويج. زي ما روجوا على كثير اشياء كذبا وافتراءا على انك يدفعون فلوس لناس تكلم عن الفيجيتيريان، خليك الصحي، اللحوم مضره. جاوك عروض بتاع فلوس تكلم على هكا باش تاخذ مصاري شغلات ثانيه؟ لا الكذب حرام. اجتني عروض على اشياء ثانيه يريدوني اتكلم عليها لكن انا ما روجت. كرياتين لا مش كرياتين، كرياتين ضروري، ما ننكر هذا الشيء، في كثير اشياء، لكن في منتجات ما كان المفروض انه احد يتكلم عنها، يريدوني اتكلم عنها وما تكلمت. كيتو مستحيل، مستحيل، ما بيصير مستحيل. نو يعني كذب، يعني تمنع الأرز والخبز. كيف تطلع لك عضلات؟ بالبروتين. لا البروتين مادة مضرة إذا زاد عن حجر عن حدها بجسمك. والدهون طاقة، مستحيل. والدهون طاقة، والكربوهيدرات أساس جسمك، طاقة، الأنرجي، الكلوكوز، الأنسولين. ترفع الأنسولين، هو إذا ما ارتفع. ليش ناخذ أنسولين احنا؟ ليش ناخذ أنسولين؟ عشان نفعل الكربوهيدرات، عشان ننقل البروتين والكارب والكلوكوز للعضلات، نعمل مصلز. فكيف انسولين ما فيه وبيعمل عضلات؟ سيف ذو حدين. اللاعب الذكي لا يشتري منتج من المدرب نتاعه. لانه راح يكذب عليه. صحيح. صح. ما راح يعطيه المنتج اللي يحتاجه، راح يعطيه المنتج اللي عاوز يبيعه. هاك انت اليوم تروج. انا اروج لكن ما ابيع للاعب. اتكلم عن المنتج، هذا المنتج الشركة راعيتني مثلا، هذا المنتج موجود كيت كيت كذا 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 داخل المنتج، اللي حاسس انه جسمه يحتاج هذا المنتج ياخذه، واللي حاسس انه هذا المنتج ما يحتاجه لا ياخذه. تمارين الكارديو الصبح على الخوية، يعني من غير معناتها للي ينزل وزنه مش للبودي بيلدينج، الا اذا هو في هدف بطولة او ستيج او حاس انه هو بده يحرق دهون. افضل وقت الكارديو وقت ايش؟ هذا حسب هدفك، ما في نظام. بادي بيلدر، بودي بيلدر بعد التمرين. كم وقته؟ الفكرة من الكارديو أنت على شو، علاش تلعبها؟ ليش؟ شنو السبب؟ تلعبها لضخامة جسمك ولا تلعبها لزيادة القوة ولا تلعبها لتنزيل الوزن؟ بيخفرق هذا عن هذا. لو لحرق الدهون، لحرق ما بعض الدهون. حرق بعض الدهون الفترات الطويلة من 30 إلى 40 دقيقة بنشاط بدني قاسي. بنشاط بدني، يعني مش طالع على الكارديو وبيمشي وبيسمع يلعب بالتليفون، هذا مش كارديو، هذا يقعد بالبيت احسن له. كيفاش؟ مش ما بيعتبر كارديو. قلت المشي افضل من الجري؟ لنفسيا للشخص. لا 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 نفسيا. الجري يحرق اكثر عضل والمشي لا، اكثر عضل اذا زاد عن حده. والمشي يحرق اكثر دهون؟ لا يحرق ضميرك، ضمير، عفوا مع احترامي. استفزيتني هسه. نو اعطيت هيني بعدها. ما انا انت قاعد تطلعني من ايش مكانات غلط. لا لا انا نعطيك في معلومات تمام. هذا يزعجني، هذا الموضوع ينرفزني كثير. انا اقرا، يعني انا بشوف ناس طالع على الجهاز او بنت طالع على الجهاز وهي زي السمينه، تمام، وقاعده تمشي على الجهاز تلعب بالموبايل وتراسل وخلصت التمرين وكاتبه وصورت الجهاز شو اسمه عامله 40 دقيقه او ساعه كارديو تمام وفرحانه، وبعدها راحت اكلت كرواسان فيها 1000 سعره حراريه 4-5. شو الفائده لو اكلت بيتزا حرقت 500 سعره حراريه واكلت 1000؟ لو ما اكلت 1000 خلينا في الحرق، تمام، ما بيصير الحرق اذا ما كان نشاط بدني اكثر من 120 دقات القلب ما ترتفع اكثر من 120، ما بيصير عندك حرق، ما بيصير. كل ما ذره اكسجين ذره دهون طاقه، ذره اكسجين ذره دهون طاقه. انت ما تقدر تجي تتمشى وتقول انا احرق دهون. طيب هسه اذا خليتك انت تركض شو بيصير معك؟
وتبلش تعرق، حرارة جسمك ترتفع، تحرق لي العضل. في نسبة وتناسب، انت مش مجبور انك تركض لساعات او لا، فتره معينه لدرجه ما اخلي الكورتيزول يرتفع. شرب الماء اثناء التمرين خطا ولا لا؟ ضروري. ما تقدر تتمرن بدون ما تشرب مي، مشاكل بالكليه. المي المنتج الوحيد اللي يطرد السموم من الكلى اثناء التمرين، المنتج الوحيد اللي يرفع عندك نسبه الاكسجين داخل الدوره الدمويه. المراه اللي تعمل كمال اجسام غلط. عندنا بنات في تونس، عندنا كل الاحترام، كل الاحترام، انا احترم هذا الشيء، لكن نو مش للبنات. بتعمل سبورت، بتعمل بيتش بودي، رحابة ترابلسي عنا بطلة، كل الاحترام، أنا نحترم هذا الشيء، لكن بنت بودي بيلدينج يعني حتى عالميا وقفوا البودي بيلدينج، مستر أولمبيا توقف، ما عاد في بودي بيلدينج، ما سمعت بهذا الشيء. لما تجيك مرأة مثلا تقولك نحب نتدرب عندك، ما أدربها بودي بيلدينج، في أسلوب خاص بلعبة بالرياضة للبنات، ومع الأسف نشوف كثير من الشباب تلاقي ماسك البنت وبيلعبها خواصر جانبي، او بيلعبها بنش بريس تشيست، او بيلعبها ظهر. ها ليش يعمل لها عضل وطلعت عضل وصارت فيها جانت، صار في انوثه اكثر من عندها، شو الفائده على شنو؟ مش بالضروره عضل، ما بيصير، في نظام، في نظام. يعني مثلا البنت تلعب تربيس ما بيصير، البنت تلعب كتف خلفي لا، ليش؟ ما بيصير، ما بيصير يطلع لها كتف خلفي. البنت تلعب خواصر، انا شفت بنات يلعبوا سكوات، بيلعب سكوات، بيلعب سكوات ما في مشكله، ويرفعوا اوزان. هذا بسبب ضعف الثقافه الرياضيه اللي موجوده منتشره. اخر سؤال، ماذا اكل قبل التمرين وماذا اكل بعد ما التمرين؟ ما اربط الاكل في التمرين، ما اربط لا الاكل ولا البروتين ولا الهرمونات. ناكل موزه قبل التمرين؟ طيب ليش الاطباء، بغض النظر عن انا ضد المعلومات اللي تتروج من الاطباء، لكن العلم شو يقول لك؟ يقول لك الموز تاكله اثناء لما تكون عامل سكس وبدك تعمل ريلاكس او ما فيك تنام قبل النوم. مغنيسيوم بيخلي جسمك يرتاح. كيف تاخذه قبل التمرين؟ انا نشوف رياضيين ياكلوا موزه قبل التمرين، يقول لي باش نتمرن. مونكي مش طبيعي، باحترامي لهم. غلط، ما يصير. اكل تفاحه حمراء قبل التمرين كافيه لبناء الياف عضليه. هاي اول مسموع معلومه اسمعها اقراها بحياتي على مجله عالم كمال الاجسام بالتقريبا 97. بس قل لي، مش لما تاكل تفاحه تعلي انسولينك التفاحه لانه فيها سكر؟ مش قبل التمرين مباشره، لكن تاكلها قبل التمرين ب 20 دقيقه تمام، فيها سكر نسبه بطيئه نباتي ومتوسطه الحجم تمام. تاكلها قبل التمرين كافيه لبناء الياف عضليه، بتحميك من كثير اشياء. بعد التمرين شو ناخذ بالنسبه للرياضي؟ حسب هدف الشخص. ممكن في ناس ياخذ بروتين وكربوهيدرات، مثلا سمير بنوت شو قال؟ سمير بنوت قال اساس لعبه كمال اجسام انه بعد التمرين تاكل كربوهيدرات مع بروتين، وهذا القانون وهذا اللي ماشي عليه انا، هذا اللي ماشي عليه انا والاولد سكول. مش الكرب يعلي الانسولين، هذا للريده، يطيح الجهاز للجروث هرمون. تمام، لكن وانت داخل على الساله طلع الجهاز. طول بالك، جورج فرح شو قال؟ جورج فرح قال انه غلط انك تاكل، لكن جورج فرح يتكلم على شخص عنده ستيج وعنده بطوله ويريد يرفع الجروث هرمون ويحرق دهون، لكن بعدين بياكل الكربوهيدرات. بينما سمير بنوت كان كلامه على الشخص اللي بده يرفع كتله عضليه ويزيد ضخامته ويرفع عن الانسولين علشان يصير عنده كتله اكثر. اليوم قاعد تستغل في الجسم بتاعك كذلك في مجال السينما، شاركت في افلام؟ افلام قصيره. مغروم بالتمثيل والا جست يعيطولك من اجل فقط استغلال شكلك واستغلال القوه بتاعك؟ والله مع الاسف بالنسبه لشكلي قاعد ياخذون ينطوني دائما ادوار يا مختطف يا تاجر مخدرات يا ضد ما اعرف، يمكن شكلي رحماني شوي نوراني يعطوني هذا الدور. والله انت طيب. عندك قناع تستعمله يعني، فما قناع واجهه تستعملها ما من داخل، انت حساس وطيب. جاتك عروض من اجل افلام من عرش انا غريبه عجيبه ولا ليه؟ اجتني بس ما رضيت، عروض تعبانه. ما تقوليش افلام البورنو تقريبا، فيك تقول الكلام. في عروض افلام قصيره كثير شاركت فيها اوكي كثير، لكن هاي من اغرب العروض اللي وصلتني. شكون قدوتك في مجال كمال الاجسام؟ الجسم الجميل اللي ما فيه نتوءات بسبب الهرمون. اسمي لي ها كناس؟ لا ما في، ما في، لا في اجسام حلوه ملفته للنظر جميله جدا، لكن لما تيجي
تسمع تقرا التاريخ تاعه او تراقب عن كثب شو يصير وياه بتلاقي فيه فظائع موجوده بسبب الاستخدام طبعا. فلهذا السبب تتراجع نظرتك للرياضه هاي. اليوم تدعو الى ايقاف الهرمونات ولا تنظيم الهرمونات؟ تنظيم الهرمونات، ما حد يقدر يوقفها، مستحيل وما بيصير عضلات اصلا. افضل لاعب كمال اجسام في العالم العربي؟ بالعالم العربي سمير بنوت. اول شخص تشفن فيه الكريسمس ماسلز، عضله اسفل الظهر، واضح في جمال وتناسق لدرجه انك بيطلع قلوب عيونك لما تشوف فيديوهات وصور، وجسم نظيف. جيتنا لتونس في اطار مهرجان دولي الواحات بتوزر، خلينا نستقبله واحد من اهم المنظمين وكذلك الفاعل في هذا المهرجان، ريان بوعبيدي. مرحبا. مرحبا بك ريان. هذه الهدية الأولى الساعة من توزر من إدارة المهرجان الدولي للواحات. أما سايز إكس إل ما أنا إم لون ترينمون ما يسالش تاهوية شوية، خليها المستقبل تطلع لك عضلات. نكبرين على قد المريول بتصير بنفخك. نجم نعمل عضل بعد 47؟ تعمل وبدون الانجكشن. بدون الانجكشن في مستوى جديد من الهرمونات نازل حاليا، انا ما عم روج له طول بالك، بس في اشياء يعني انا بحب العلم. مستحيل مستحيل ناخذ هرمونات. لا بشر ما راح تصير، عجل خليك به. الفكره كيف جات ريان؟ الفكره جات استشاره، هي وفكره بدات بين سي عمر الناجي اللي هو مدير الدوره، صديقي وصاحبي مدير الدوره لهذه التظاهره ومدير المهرجان الدولي للواحات في دورته ال 44 بالنسبه للسنة، وسي صادق عياسي بطل تونس زاد 8 مرات لمده كبيره في تونس، مليانه في فرنسا، صار الكونتاكت. والتوزر كما تعرف الدوره اللي كنت حاضر فيها معنا هدي خويا، عملنا اوازيس جران بري اللي هي نجحت برشا، واللي كانوا حاضرين وشاركوا صاروا ابطال عالم السنه في الامارات وهزوا بطوله عالم وصاروا مشهورين. الانطلاقه نتاعهم كانت من توزر والاكتشاف نتاعهم كان من توزر. قلنا علاش لا، الرياضه هذه يحبوها برشا في الجنوب، وكما تعرف الجنوب منطقه بعيدة، حتى كيف يبدا فما تظاهرات في تونس العاصمة برشا توانسة هبطوا بالذمة من أجل، حبينا نعملوها إكسبري باش نحسوا ببعضنا كتوانسة، لأنه برشا توازرية برشا من الجنوب يطلع لتونس ما عندوش وين يسكن، ما عندناش الإمكانيات تعرف هذه الوضعية بالضبط خاصة بعد الكورونا. فحبينا أكثر تعاضد وأكثر إحساس ببعضنا، فتكفلت إدارة المهرجان بتوفير حافلة باش يتمكن الجميع اللاعبين اللي هم من تونس من سوسة من الحمامات من المناطق المجاورة للعاصمة أنهم يتنقلوا في أريحية كاملة، هي حافلة سياحية، ويوصلوا لتوزر، كما وفرنا الإقامة في نزل وفي دور شباب. هي البرشة دونك كما العادة نعرفوا أهداف المهرجان هي دعم السياحة. كيفاش فكرتوا في جانتي؟ والله كنت نتابع في جانتي وخاصة لحظة أعمل لك بلوك، هذه كانت ترند. ولما بديت أتخاطب معاه في الأول حكيت مع جانتي ومع ناس أخرين، لكن اللي شدني في جانتي التواضع البساطة وإنسان حقيقي. ممكن لما تعاشر جانتي شوي تشوف أنه مو زي الفيديوهات اللي تخرج يقولك لسانه لاذع ينقد وا إنسان محترم اللي ينقد من غيرته على المجال. صح، يعني هذاك يدل على قدر الغيرة اللي عنده على المجال. صح به ريان، احنا تبعنا الأجواء هذه الكل في التقرير هذا. لعبة كمال أجسام وهاي الرياضة بشكل عام تحتاج معرفة، والمعرفة تحتاج تدقيق واستفسار وسؤال وبحث. هاي نقطة البداية، نقطة النهاية هو واحد انزل. تكلم على
شفنا مستوى قوي برشا، شفنا الابطال معنا ما شاء الله مع مستويات معناتها ابطال عالميين، وان شاء الله القدام باش نحاولوا نشوفوا نقاوشي كيما نقولوا حضارات اخرين القيمه هذه في برشا ولايات اخرين، فهمتني؟ مش حتى كان في توزر، ان شاء الله مره جايه نلقاهم مثلا في صفاقس، نلقاهم مثلا في تطاوين كذا، باش نحاولوا الدومين هذا يولي ينتشر اكثر. عملاول عملت بريمير بلاس، تروزيام اوفرول، وسنا ربي يوفقني ان شاء الله عملت بريمير بلاس كاتيجوري نتاعي، بريمير بلاس اوفرول. وعلى شنو نوصلوا للاحترافيه البرا؟ عندنا الجينيتيك موجودة وعلى الغربي لاباس الحمد لله. نوجه تحيه للكوتش تاعي ايزر محمد، هذه رابع بطوله. كارت برو وترب ان شاء الله. اللاعب رقم 90 بريمير بلاس في الكاتيجوري نتاعي، وجيت الاول اوفرول، وجيت الاول بادي بيلدينغ، لعبت زوز فئات، فئه نتاعي كلاسيك فيزيك، والفئه اللي ربحتها هي كلاسيك فيزيك اوفرول، وزدت ربحت بادي بيلدينغ، وزدت جيت الاول، دونك الحمد لله. تعبت برشا عام كامل، تعبت برشا برسمي فرحان، مش عارف شنو نقول، ما برسمي اللي يتعب يلقى، برسمي اللي يتعب يلقى. ان شاء الله نحب نلعب على كارت برو، وبعد كارت برو نحب نلعب مسابقه نتاع احتراف، وان شاء الله الطموح الاكبر اللي هو طموح كل لاعب كامل السام اللي هو مستر اولمبيا ان شاء الله. Le gagnant de cet overall men's bodybuilding, Hassir Gayek. عندي في الدومين هذا أكثر من 11 عام تقريبا، عندي كوتش بريباراتور نتاعي وليد، وليد الجبري يخدم معايا في قناة باهية، هذا كنت قاعدين نخدموا فيه مع بعضنا فهمته، إن شاء الله الجاي خير وقادم أبدا. إن شاء الله كمان نخدم على روحي ونتطور أكثر وكل نوصل للعالمية. حبيبي Come to Tuzla. أجواء الجائزة الكبرى في بناء الأجسام والفيتنس في توزر، دورة موفقة كانت السنة، عام الجاي تنويو نفس ال باش نعملوا حاجه جديده سنه، هي دوره خاصه تخص فلسطين كما شفتوا، واسمها دوره فلسطين، فيها ندوات كانت من دكاتره كبار كما الدكتور ابراهيم الرفاعي بحضور وفد فلسطيني عالي المستوى. بالنسبه للعام الجاي باش يكون اهداف جديده، ضيوف جدد، ولكن ديما نبقى اوفياء للضيوف اللي جاونا واللي باش يجونا. ومرحبا بجانتي اللي كان متعاون معانا. مرحبا، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحه. بالتوفيق. ناخذ كلمه الختام من عندك جانتي، شرفتنا ونورتنا. للشرف، للشرف والله. مبسوط بالدعوه ان شاء الله. ما كنتش مزعج انا؟ لا بالعكس، انت اعلامي ما شاء الله، صار ممكن خايف منك، بس الله ستر وما شاء الله. لا 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 انا كنت خايف منك راه. والله انا اللي كنت خايف منك، تحشرني وحشرتني مرتين ثلاث. لا لا بس لا بس. فمبسوط، وكل الشكر لتوزر ولاخويا ريان اللي
جد ما توقعت انه في شخص كريم ومضياف مثله. تبارك الله عليه، راينا ذكاء احسن سفير على حاله، بفضلني على حاله. هذا الشيء بيصدمني وبكاني والله، لانه لما اشوف شخص انه بيقدمك على كل شيء صعب. يعني ذكاء كرم اهل الجنوب في تونس ما شاء الله بشكل خاص، يعني شيء مشرف والله. والتوزيرية تحية كبيرة، نشكركم على كل المجهودات اللي تعملوها من اجل اعطاء روح ونفس لتوزر هذه المدينة والولاية الجميلة جدا. نشكركم برشا، نتمنى لكم التوفيق. إذا كان نجم نعمل إهداء باش في حق الناس اللي وقفت معنا من إدارة المهرجان، سي بدر الدين الشعباني رئيس جمعية المهرجان، سي عمر الناجي مدير الدورة ومدير التظاهرة الرياضية، سي لواء عمارة مدير الندوات الفكرية والعلمية، وكل اللي ساهموا في إنجاح المهرجان، وضيفنا الكريم ريان جانت، يعطيكم الصحة بالتوفيق. كهربة تمشي، كهربة تجي. الكهربة متاعنا الجولف ويت، السيارة الحدث، سومها 137 مليون. بعد أسابيع قليلة الكهربة باش تخرج، تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا. سهل برشا، جرب حظ الأيام الأخيرة. وعلاش ليه الكهربة هذه ما تكونش من نصيبك؟ خذ تليفونك، ابعث SMS في حرف A على الرقم 85811، A على الرقم 85811. حظ سعيد للجميع.